استعرضنا معاكم العديد من الأمور الحديثة وأيضاً التقنيات الجديدة والتكنولوجيا والعالم الرقمي أيضاً الخاص بالجناح الإسباني. والجميل أيضاً في الجناح الإسباني أن نركز على الثقافات المشتركة والعادات المشتركة بين الدول العربية وإسبانيا. رح نبدأ مشوارنا معاكم اليوم بالعديد من المواضيع المتنوعة والشيقة أيضاً. رح نتكلم عن التهاب الحلق عند الأطفال، الأسباب وطرق العلاج، وأيضاً رح نتكلم عن تحديثات قوانين الزواج في دولة الإمارات العربية المتحدة، ورح نتكلم عن أفكار لإعادة التدوير المنزلية، ورح يكون لنا وقفة مع أخبار السعادة في وطن السعادة. فاصل ولنا عودة، انتظرونا. يعاني بعض الأطفال من صعوبة في البلع أو ارتفاع درجات الحرارة، وبعض الأحيان ممكن الشعور باحتقان بسيط في الحلق يؤدي إلى عدم شعور الطفل بالارتياح، وممكن يكون أحد أسباب أو أعراض التهاب الحلق عند الأطفال. للتعرف على أسباب التهاب الحلق عند الأطفال وطرق العلاج نرحب عبر تطبيق زوم بالدكتورة نانسي غانم، اختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة. صبحت الله بالخير دكتورة. اهلا حبيبتي، يسعد صباحك وصباح كل متابعين قناه الفجيره في كل مكان. يعطيك العافيه. دكتوره نانسي، في البدايه خلينا نتكلم عن اهم الاسباب التي تؤدي الى اصابه الاطفال بالتهاب الحلق. تمام. طبعا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان التهاب الحلق يعتبر من اكثر الاعراض شيوعا عند الاطفال، يعني دي اكثر حاجه بيجي الاهل بيشتكوا منها، ان انا عندي طفلي بيعاني من التهاب في الحلق. ما بيبقوش عارفين يعني هل التهاب الحلق ده مثلا بيبقى زي عرض ولا هو مصاحب لحاجات تانية ممكن تتطور خلال الأيام المقبلة. فأول حاجة طبعا لازم نعملها إن احنا نستشير أقرب طبيب لينا. تمام. من أكثر أسباب التهاب الحلق شيوعا هي العدوى الفيروسية، يعني التهاب الفيروسات المتكررة، وفي طبعا أكثر من نوع فيروس ممكن يصيب الطفل بالتهابات الحلق. تمام. دي أكثر شيوعاً وأقل في وقت الإصابة. تمام. وبتبقى سريعة إن شاء الله في إن الطفل يخف منها بسرعة. السبب الثاني في التهابات الحلق عند الأطفال هي الالتهابات البكتيرية أو العدوى البكتيرية، وأكثر بكتيريا بتسبب التهاب الحلق عند الأطفال هي البكتيريا العقدية. تمام. إحنا بنقدر نفرق بين العدوى الفيروسية والعدوى البكتيرية بتحليل سهل جدا بنعمله في العياده، هي مسحه بتتاخد من الحلق. تمام. في خلال من 5 لـ10 دقائق بنقدر نحدد اذا كان هل دي طبعا بكتيريا او فيروس. ده بجانب الاعراض المصاحبه اللي بتبقى مع الطفل وقت ما بيجي لنا العياده، بنقدر نفرق هل دي فيروس ولا بكتيريا. صحيح. طيب دكتوره نتكلم بتفاصيل اكثر عن هذه الاعراض، سواء الاعراض المصاحبه للالتهاب الفيروسي او الالتهاب البكتيري. تمام. معظم الأطفال لما بيجي لنا العيادة تحت السنتين، الأب والأم ما بيقدروش يفرقوا، وبيقول لك الطفل طول الوقت بيعيط، رافض الأكل، ملوش يعني عنده خمول، مش في نشاطه الطبيعي. تمام. ده الطفل اللي تحت السنتين، احنا بنعتمد على فحص الطفل والأعراض المصاحبة. بصي، هو الحلق ده مكان التقاء جهازين، الجهاز التنفسي والجهاز كمان الهضمي، فهو نقطة مهمة جدا جدا بين الجهازين دول. فبيبقى في أعراض، مثلا أعراض الجهاز التنفسي زي مثلا رشح بسيط، برد، ممكن الطفل يكون عنده التهاب في الأذن، ممكن يكون عنده كحة، دي الأعراض المصاحبة للجهاز التنفسي. ممكن الطفل مثلا يجي وعنده ارتجاع أو ترجيع، ألم في البطن، دي برضو بتبقى الأعراض اللي هي بتبقى مصاحبة للجهاز الهضمي. فوق السنتين شوية الطفل بيبدأ يعبر، بيبدأ يشاور على المكان، يقولك أنا مثلا هنا بيحرقني، بيوجعني، مش قادر أبلع. تمام. تبقى في أطفال مثلا بيجوا بأعراض مختلفة تماما، بيبقى معهم ارتفاع في درجات الحرارة ومصاحب معاه مثلا آلام في المفاصل، في بيبقى في طفح أو طفح جلدي خفيف. فكل عرض بيجي مع التهاب الحلق بنقدر زي ما بيقول بيدينا زي هنت أو ساين، هل ده التهاب فيروسي أو التهاب بكتيري. صحيح. ودكتورة، هل الأعراض متشابهة عند الأطفال اللي هم يعني سنتين وأكبر مع الأطفال حديثي الولادة، أم هناك اختلاف؟ لا طبعا،
لا بيبقى فيه اختلاف، احنا زي ما قلنا لان الطفل تحت السنتين بيبقى ما بيقدرش يعبر هو ايه اللي وجعه. مثلا الام بتبقى جايه فعلا بتقول لك انا طفلي عنده حراره، او مثلا بيبكي طول الوقت، او طول الليل مثلا ما نامش، او ما بياخدش الحليب بتاعه، فهي الام بتبقى جايه وهي مش عارفه ايه السبب، خصوصا لما مثلا تيجي مع الطفل عنده ارتفاع في درجات الحراره. دي تحت السنتين. لا فوق السنتين الاعراض شويه بتختلف، لان شويه الام بتبقى يعني الطفل بيوجهها اكتر ان هو ده هو ممكن دي تكون هي بؤره التعب اللي الطفل بيحس بيه يعني. واحنا طبعا يعني احنا دايما يعني الاطفال اللي هم بيجي لهم عدوى مستمره، يعني احنا بيجي لنا مثلا اطفال اكتر من 5 مرات في السنه، اكتر من 7 مرات في السنه، فبعد وقت الام بتبقى متعوده على الشكوى دي. اول مثلا ما الطفل بيبدا اكله بيقل، بيبقى خامل، مش في حركه طبيعيه، الام بقى بتبدا تعرف اه والله ده هو بدا التهاب الحلقه عنده تاني متكرر يعني. صحيح. لكن دكتورة بعض الأحيان يمكن قبل ما يعني نكتشف أن الطفل أو حديثي الولادة مريض بهذا المرض أو يعاني من التهاب الحلق تكون في بعض الحالات المرضية، شو هي الحالات المرضية أو الحالات اللي تكون مصاحبة ما قبل اكتشاف يعني الطبيب أو الوالدين أن الطفل يعاني من التهاب الحلق؟ طيب طبعا العدوى الفيروسية بتيجي بدرجات حرارة قليلة، يعني مثلا هتلاقي الطفل مثلا حرارته ما بتتعداش 38، بتبقى فيه أعراض خفيفة زي رشح، كحة بسيطة. تلاقي الطفل تحت السنتين خصوصا الرضع، الأم بتقدم له مثلا أكل، بتقدم له الحليب، بيبقى عنده صعوبة في البلع. دي غالبا بتبقى أكتر الأعراض الفيروسية. أما الأعراض البكتيرية بتبقى بقى يعني إحنا زي ما بتقول البكتيريا نفسها بتتمحور وبتقعد جوه البلاعيم أو اللوز، وممكن تعمل فضيض او كده، فبتخلي الطفل الحاله العامه بتاع الطفل نفسه مش كويسه. الطفل بيبقى عنده ارتفاع كبير جدا في درجات الحراره، بيبقى خصوصا الاطفال الحديثين الولاده بعد كل رضعه بتلاقي الطفل بيرجع ملوش شهيه تماما للاكل، تيجي الام تلعب معاه تعمل اي نشاط اي حاجه تلاقي الطفل رافض رافض تماما. ودي طبعا لازم ناخد بالنا جدا، لان ممكن الطفل خصوصا في العدوى البكتيريه يدخل مننا بجفاف، سواء تحت السنتين او فوق السنتين. يعني الطفل من ثلاث سنين لحد 15 سنه ممكن يعاني من موضوع الجفاف لو هو دخل في عدوى بكتيريه واحنا ما اخدناش بالنا، لان دي بتبقى اكتر حاجه ممكن تاثر على الاطفال في الوضع ده. صحيح. يعني دكتوره هل ممكن نعتبر العدوى البكتيريه هي يمكن اكثر مضاعفات او يعني ممكن تشكل خطوره على الطفل اكثر من العدوى الفيروسيه؟ ايوه مظبوط، لان العدوى الفيروسيه احنا دايما بنقول ان الطفل يعني الجهاز المناعي بيقدر يتحكم فيها، يعني من 3 لـ5 ايام ممكن الاعراض كلها تروح لو احنا اتبعنا يعني ارشادات الطبيب واتبعنا المسكنات والسوائل الدافئه والكلام ده. لكن العدوى البكتيريه لو فضلت ممكن ليها مضاعفات كتير جدا، ممكن تاثر يعني احنا زي ما احنا طبعا اتكلمنا ان البكتيريا العقديه دي هي بكتيريا بتصيب الطفل في منطقه اللوز، وممكن بعد كده هي المسببه للحمى الروماتيزميه. فاحنا لازم ناخد بالنا جدا ونستشير اقرب طبيب عشان نقدر نشوف هل لو هي عدوى بكتيريه ما نقدرش نسيب الطفل. وبعد كده احنا زمان يعني الحمد لله الطب تطور دلوقتي وبقى الاهل عندهم اكثر وعي. زمان كان مثلا الام تسيب الطفل يقول لك خلاص بقى هو عنده حراره هيخف لوحده، او وتستخدم الادويه اللي عندها في البيت. صح بالظبط. وفي حين ان الطفل بيبقى عنده عدوى بكتيريه، وكنا بنشوف زمان الحمى الروماتيزميه بصوره متكرره، وبنلجا ان احنا ندي مثلا اللي هي الحقن البنسلين طويله المفعول. بس الحمد لله مع التقدم والناس بقى عندها اكثر وعي بقينا نشوف الحاجات دي كتير اقل من الاول يعني. فعلا. طيب دكتوره يعني كامهات متى الوقت المناسب او شو المؤشر اللي يخلي الام فعلا تحس انا مش لازم استخدم الادويه الموجوده عندي في البيت او العلاجات المتعارف عليها ولازم اروح وازور الدكتور؟ بصي احنا دايما تملي بقول للامهات، حتى الامهات مثلا اللي بيكلموني في التليفون بيقولوا لي مثلا انا طفلي عنده حراره، انا حاسه ان في كذا، انا دايما بقول للاهل ممكن نستنى يومين بالظبط 48 ساعه بس، على شرط احنا بنراقب النشاط الحيوي بتاع الطفل، بنراقب درجه الحراره. يعني احنا ما ينفعش مثلا نستنى يومين والطفل حرارته 39 وبتعلى كل 4 ساعات، ما يعني الطفل ما بياكلش حاجه، الطفل نشاطه كامل، يعني ممكن يكون داخل في بدايات جفاف. لا طبعا يعني دي الحاجات اللي احنا ما نقدرش نستنى عليها ولازم نستشير اقرب طبيب. لكن لو احنا قعدنا مثلا يومين الطفل مثلا حرارته ما بتتعداش ال 38، المؤشرات الحيويه بتاعته كويسه، اكتف، بياكل كويس، بيشرب سوائل كويس،
ما عندوش أعراض مثلا زي ترجيع مستمر، أو مثلا كحة بتخليه إن هو يبقى عنده صعوبة في التنفس، أو مثلا انسداد رهيب في الأنف بحيث إن الطفل طول الليل مش قادر ياخد نفسه. دي الحاجات اللي إحنا دايما بنقول للأم خلي بالك منها لو الطفل بدأ يبدأ عندك بالأعراض دي. يعني يستدعي زيارة الطبيب. طيب دكتور، إحنا تكلمنا يمكن عن مضاعفات العدوى البكتيرية، لكن شو هي مضاعفات العدوى الفيروسية إذا استمرت لفترة طويلة مع الطفل؟ بصي، واحنا دايما بنقول ان العدوى الفيروسيه دي سيلف ليميتد، او الجسم بيقدر يتحكم فيها، بس لو احنا ما اتبعناش مثلا الـ كل الحاجات اللي الدكتور مثلا قالنا عليها من شرب السوائل، او مثلا ان احنا بناخد الخوافض بطريقه مثلا منتظمه، او ان احنا مثلا ناخد الادويه اللي هي ممكن تعالج مثلا الرشح والكحه والكلام ده، دي برده ممكن تؤدي بعد كده لمضاعفات لو احنا ما اخدناش بالنا من الصحه العامه للطفل وقت الفيروس. بس دايما بنقول ان الفيروس في جميع الاحوال او في معظم الاحوال الجسم بيقدر بالمناعه نتحكم فيها. عشان كده دايما بننصح الامهات اول ما تحس ان طفلك تعبان، ودايما يعني نعطي له عسل مثلا، سوائل دافيه، الحاجات دي كلها بتعزز المناعه، وبيقدر الطفل حتى لو جاله عدوى بعد كده يقدر هو يتحكم فيها من غير ما يحتاج لاي ادويه. فعلا دكتوره، يمكن ما تتفاقم يعني الاعراض والمضاعفات اللي تكلمنا عنها. دكتوره، لو نتكلم اكثر يعني ليش بعض الاطفال يستمر عندهم التهاب الحلق او يكون دائما بشكل مستمر؟ يعني تشوفين الطفل تعالج وبعد شهر رجع له، بعد فتره معينه رجع له مره ثانيه، شو هذا السبب او سبب الاستمراريه عند بعض الاطفال؟ صح. بصي، احنا زي ما قلنا هو الحلق ده مكان التقاء الهواء والاكل، تمام؟ فهتلاقي مثلا هتلاقي معظم الاطفال مثلا بيجي لهم التهابات متكرره في الحلق، الام تقول لك والله ده هو دايما يحط ايده في بقه، فطبعا غسيل الايد باستمرار قبل الاكل وبعد دخول الحمام وفي وقت ما نرجع من المدرسه دي حاجه مهمه جدا. فاحنا لازم نمنع العدوى، يعني لازم نشوف ايه الاسباب عشان نقدر نمنعها في المستقبل. فغسيل الايد بطريقه كويسه ده بيمنع جدا العدوى. اوكي، تلاقي أمه مثلا برضو بتقول لك انا طفلي دايما يحط كل حاجه في بقه، الالعاب الحاجات دي، ممكن يحط اي حاجه مثلا ملوثه بتؤدي الى مثلا اصابته بالبكتيريا. الفتره دي طبعا عشان خاطر احنا دلوقتي خاصه يعني دكتوره حديثي الولاده اللي هم 6 7 شهور، الطفل يبدا يعني مرحله انه يحبي ويتعود على المشي. صح. فيبدا ياكل اي شيء موجود قدامه على الارض، يحط كل حاجه طبعا. ودايما بنقول للاهل برضو الأطفال الصغيرين حديثي الولادة اللي تحت السنة، إحنا ككبار ممكن نكون شايلين بكتيريا موجودة عندنا في منطقة الحلق، بس هي دي بكتيريا إحنا متعايشين معها ككبار وما بتسببلناش أي مشاكل. بس المشكلة إن البكتيريا دي لو دخلت جسم الطفل ممكن تسبب له مشاكل. فدايما بنقول لهم يعني موضوع ان احنا القبلات وان احنا نقعد في اماكن مغلقه، الطفل الصغير اللي تحت السنه ده مثلا ان هو يحتك مع اطفال تانيين عندهم عدوى او بيكون عندهم حراره او كده، دايما على قد ما نقدر بنمنع. يعني حتى الام مثلا لما بتجيلي وهي مثلا عندها اي اعراض، رشح، كحه، التهاب في الحلق، اقول لها دايما وانت بترضعي البيبي دايما البسي ماسك او ماسكين كمان عشان نمنع يعني انتقال العدوى، لان الطفل الرضيع ده اكتر حد معرض ان هو يجيه التهابات بصوره متكرره. فعلا هو مرض معدي، صحيح دكتوره؟ يعني التهاب الحلق يعتبر مرض معدي، ممكن ينتقل من طفل الى اخر. اكيد العدوى الفيروسيه هي اكتر الحاجات اللي ممكن تعدي الطفل، هي اكتر انتشارا واقل فتره زي ما قلنا ان الطفل بيخف بسرعه. العدوى البكتيريه اخطر، سل ممكن تعدي بس اخطر، عشان كده سواء هي عدوى فيروسيه عدوى بكتيريه هي اكيد معديه. فاحنا على قد ما بنقدر الطفل اللي بيبقى عنده شويه اعراض، لو مثلا عندك لو عنده طفل اصغر منه في العمر في البيت، لو عندنا اي كده، بنحاول على قد ما نقدر نبعدهم او نفصلهم عن بعض عشان نقلل انتشار هذا المرض. طيب دكتوره، شو هي طرق العلاج الطبيه من خلالكم وايضا من خلال الاسره عشان نقلل من هذه الاعراض او نقلل من انتشار التهاب الحلق؟ تمام. طبعا زي ما احنا قلنا اهم حاجه ان احنا ناخد الاجراءات الوقائيه. دلوقتي كل الاطفال يعني في المدرسه تعودوا على الماسك، احنا الماسك خلاص بقى، حتى انا بيجي لي اطفال في العياده اللي هو بعد ما اكشف من عليهم فين الماسك، يعني الماسك بتاعي فين، خلاص بقى الموضوع لازق في دماغهم ان هم الماسك. حتى المعقم الايد ما شاء الله بقى كل الاطفال دلوقتي عندهم وعي على ان احنا لازم تعقيم الايد بصوره مستمره، فدي يعني
اول خط بيقلل جدا انتشار العدوى والبكتيريا. تمام، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان احنا لازم نستشير اقرب طبيب، لان زي ما قلنا لو هي عدوى فيروسيه بناخد على قد ما نقدر حاجات اللي هي مسكنات وادويه بتقلل الاعراض، لكن لو عدوى بكتيريه لازم نستشير اقرب طبيب، لان في الحاله دي بنلجا لاستخدام المضادات الحيويه. احنا طبعا ضد جدا استخدام المضادات الحيويه في اي عدوى، لكن لما نتاكد ان دي عدوى بكتيريه ومحتاجه فعلا مضادات حيويه لازم نبدا، ومش اقل من 7 إلى 10 أيام عشان نتاكد ان البكتيريا دي تماما تم يعني القضاء عليها. اوكي، الاطفال اللي اكبر شويه في العمر من 3 سنين لو بيعرفوا يتغرغروا بنقول لهم ممكن نتغرغر بميه وملح. اوكي، دي بتقلل برضو جدا الاعراض وبتقلل الوجع وبتقلل الطفل ان هو بيبقى عنده صعوبه في البلع. وطبعا في حاجات دلوقتي موجوده زي بخاخات بنستخدمها بتقلل شويه، بيبدا الطفل يقدر يبلع عشان يبدا ياكل عشان نقلل اي ممكن اعراض جفاف او كده ممكن تحصل له. يعني صحيح، يعني دكتوره دائما نقول استشاره الطبيب دائما تكون من اولوياتنا، واتباع ايضا يعني نظام صحي وغذائي ورياضي يعني جيد لاطفالنا عشان نحميهم من انتشار هذه الفيروسات وهذه الامراض. دكتوره نانسي غانم اختصاصيه طب الاطفال وحديثي الولاده، شكرا لك، يعطيك العافيه. شكرا لك. شكرا الله يحفظك.